دون أن نقع في الخديعة والمؤاربة. فضروري أن أسجل احترامي وتقدير الأستاذ أحمد من بنغازي، وأتمنى أن يكون دائما ضيف حاضر سواء معي ولا مع غيري، لأنه يختصر المسافات في تحديد الأمور بشكل واضح. يعني إذا كانت الاتفاق على أن احنا مع يعني مع خلينا نقولوا بالليبي والبنغازي مع عركة مع الجولة الثانية، الجولة الأولى تفوق وانصار فبراير، والجولة الثانية غيرت سبتمبر جلدها وطلعت بشكل آخر بعد ما انتظرت تترقب في نقاط الضعف، وبعد ما أن اتصلت بالعالم الآخر وقالت لهم وين أنتم ماشيين، راكم أنتم الناس اللي داعمينهم هذوما ماشيين إلى مشروع كبير حيغير المنطقة وحيبني دولة مؤسسات وحتكون في ديمقراطية حقيقية وحتكون في محاسبة للمسؤولين وحتكون في محاكمات نزيهة وحتكون في إرادة وطنية يصنعها الشعب وحيكون في لا, لا